صباح الخير. النهاردة يوم طويل جدا، إن شاء الله عندي ايفنت في المنصورة. صاحي دلوقتي وخلص المونتاج بتاع الفيديو بتاع امبارح، دلوقتي الساعة 7 شوية. بدأنا اليوم، يلا بينا. قاعد بمنتج الفيديو بتاع امبارح، شفته امبارح. العربية اهي، العربية الجميلة اهي راكنة هناك ورا، ربنا يحفظها. رايح اقابل شريف دلوقتي ان شاء الله. عامل ايه يا شريف؟ الحمد لله. لازم عشان نوري الناس ان احنا ناس مش كشرية زيك. هو انت هتتكلم على ايه؟ ايه انا هتهري في ايه؟ هتكلم عن ايه؟ والله لسه مش عارف بصراحه. وانا انا خالص بقيت لما بفكر اي وقت في رمضان بيضيع كده، ان انا مش عايز الوقت يضيع من غير قيمه كده، من غير عباده. قرات الحديث ان النبي عليه الصلاه والسلام كان في يوم طالع على المنبر، فسيدنا جبريل عليه السلام جاله قال له: يا محمد، شقي عبد ادرك رمضان فانسلخ منه ولم يغفر له. تخيل سيدنا جبريل بيدعي على واحد يعني امين السماء، الملك الموكل بالوحي، بيدعي على انسان. عارف السلخ؟ ان واحد انت بتسلخ جلد واحد. يعني هو رمضان اصلا جاي عشان يغفر لك، وانت بتبعد، بتختار انك تبعد عنه، بتختار انت تنسلخ. ان واحد خرج من كل شعائر رمضان، انسلخ من كل شعائر رمضان، انما بالنسبه له رمضان مفرغ من المحتوى بتاعه. الهدف اصلا من صيام رمضان ايه؟ ان الانسان يحصل التقوى. ربنا بيقول: كتب عليكم الصيام، في اخر الايه لعلكم ايه؟ تتقون. ان انت الهدف ان انت تصلح قلبك، يبقى في تقوى. النبي عليه الصلاه والسلام بيقول: تقوى ها هنا. في حديث ثاني النبي عليه الصلاه والسلام يقول: الا ان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله، واذا فسدت فسد الجسد كله، الا وهي القلب. فالهدف من الصيام ان انت تلاقي قلبك، الهدف من القيام ان انت تلاقي قلبك، الهدف من قراءه القران ان انت تلاقي قلبك، ان انت قلبك يتغير. لان القلب ده لو اتغير الجسم كله هيتغير. الحديث ده فعلا صعب. النبي عليه الصلاه والسلام امن على دعاء سيدنا جبريل. تخيل سيدنا جبريل بيدعي دعاء والنبي عليه الصلاه والسلام بيامن عليه. العبد ده بقى راح فين يعني؟ بوابة المنصورة دي ولا ايه؟ دي بوابة التقالية، بوابة محافظة التقالية. بالله عليك، ده منظر الجامع، ده منظر الناس يدوا. اه والله العظيم اخر حاجة عايز اعملها في حياتي دلوقتي هي ان انا اطلع ادي توك في حياتي. تدي ايه؟ ادي توك، اتكلم يعني، عشان انتوا عندكم فلاحين ما بتفهموش الحاجات دي. السلام عليكم. انا جعان خالص. الله، حلزونة. يا اوتا، انت راضي عن نفسك؟ اوتا نايس. ايه نجم؟ ايه يا برنس؟ كان الاول؟ ايه؟ كان الاول؟ هو كلهم مساء ليه؟ انا في حاجة وصلتني جدا. كنت دخلت على الاناليتكس بتاعت اليوتيوب، لقيت ان 60% من اللي بيتفرجوا عليا رجالة. انا بتضايق لما بقى الاقي رجالة. ثلاثة أربعة لا تعالوا قدام عشان خاطر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. المايك فيه مشكلة، مش شغال. وشريف قاعد بينحر، عطشانين جدا وجعانين جدا ومش محضرين أي حاجة نقولها، وعايز أنام تنين. في شاب هنا قابلني وعايز يطلع في الفلوج. ازيك؟ ازيكم؟ عامل ايه؟ اسمك ايه؟ محمد. محمد مصطفى. طب انت هتخلص امتى؟ 10 دقايق. زيت؟ زيت تمام. طويل جدا صح؟ اجي يعني ولا؟ قوموا يا جدعان. كل يوم بيقول لي
سيبك بقى من هواياتك دي وتعالى اقعد معانا شويه. هو متخيل عشان انا ما بشتغلش في هندسه وعشان مش قاعد على مكتب مش كده اهو وقاعد على الكمبيوتر شغال وركينج، القعده دي حلوه بقى. الحديث المريح جدا اللي بيخلص الليله دي. شريف 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 انا جعان، يلا يلا لو سمحت. يلا شريف شفتك فين؟ شريف اه مع كريم. شريف صح؟ انا جعان. حاضر يلا. ازيك عامل ايه؟ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. جينا هنا ببيت شريف والكاميرا فصلت شحن والكارت اتملأ وكل حاجة في حياتي فصلت شحن. الفيديو لسه ما عندوش ابلود عشان الباقة خلصت المرة السادسة. شيخ شريف نزلنا صلينا والإمام كان جميل جدا جدا. الحياة هنا في المنصورة الحياة الإيمانية جميلة، في ناس حلوة قوي ما شاء الله. تشرب سوبيا ولا كريم كراميل؟ حلو البنطلون ده. الشيك حاجة عندي. هتاكل يا ابني الكريم كراميل ده؟ يا خبر أزرق أهو يا شريف أهو. حبه بس خد بقى مع الكركدي. من ساعة ما جيت وهو يعني بيتحايل عليا يجيب لي كريم كراميل، معرفش يعني هو انتوا عندكم كتير فعايز ده. امي عاملاه وعايزين نخلصه عشان نوفر بقصرها. ووجدت الانجليزيه صعبه جدا انها انجليزيه شكسبير، وفوق كل ذلك القران له اسلوب خاص. يعني بتعمل ايه؟ بتعمل ايه؟ ليه؟ يقول لك مرتبه عشان تنام. طب ليه؟ ما الموكيت حلو. طب وانت المرتبه دي يعني لينا احنا الاثنين؟ لا ما انا انت فخور هتنام على المرتبه وانا مع الارض. طب كويس عشان انا ما بنامش. طيب انا هنام بقى عشان عشان خلاص كده سلام. قفل. انا كنت بكلم الكاميرا دي. حازم نايم وانا عايز اصحيه عشان نتسحر. انا قررت اكمل البتاع البلوج ده. حازم تتسحر ايه؟